إدراكا منا بخطورة الساعات والدقائق المفصلية التي يمر بها الوطن من انزلاق خطير نحو هاوية السقوط تحت الأحقاد الاستعماري العثماني الذي يحشد كل صفوف الإرهابيين والمجرمين والمنتصفة من كل بقاع الأرض لاجتياح التراب الليبي عبر بوابة الخيانة. وتأكيدا منا بضرورة تقاوم الغزو الاستعماري الجديد الذي يقوده مجنون الأحلام العثماني ومهوس الهيمنة الإمبراطورية الذي فشل في قراءة تاريخ المقاومة الليبية بكل أشكال الاستعمار القذر. وإيمانا منا بأن خيارات الشعب الليبي هي الثوابت التي لا خيار عنها والرواسخ التي لا تجاوز لها فيما اختاره الشعب الليبي من أجسام شرعية متمثلة في مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقرا له بأنه هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي. وتجاوبا مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بشأن محاولة تجنيب البلاد الدمار والاحتراق وهو ما نسعى إليه، فإننا نؤكد تأكيدا قاطعا على أن كل الحوارات التي تجري حاليا أو في المستقبل لن يتم القبول بنتائجها كأمر واقع للوقوع في نفس خطأ السخيرات ما لم يتم المصادقة عليها واعتمادها من الشعب الليبي. وانسجاما مع الحراك الشعبي الكبير الذي يشهده كامل الوطن في التأييد اللامحدود للقوات المسلحة والذي نؤكد فيه على الدور التاريخي الذي تقوم به قيادة الجيش وأفراد القوات المسلحة والقوى المساندة والذي يسطر فيه أروع ملاحم في القضاء على الإرهاب والميليشيات